أمام هذه المشاهد التي نشاهدها وتتكرر، كان بلينكن اليوم يتحدث عن حل الدولتين. ما إمكانية ذلك؟ حسنا، أعتقد أنه يمكن فعل شيء ويجب فعل شيء. نحن سمعنا وزير الخارجية يتحدث عن العنف في الضفة الغربية وأنه يجب أن يتوقف، وأرى أنه يمكن فعل شيء بخصوص حل الدولتين، وذلك بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية. وكما سمعنا من حماس، هم يخططون لتكرار ما حدث في 7 من أكتوبر إذا حدث وقف إطلاق النار، وهم يقولون علنا إنهم يريدون محو إسرائيل من الخريطة. أعتقد أن أي مفاوضات لا يجب أن تكون مع حماس، ولا يجب السماح لحماس بحكم غزة. لا يجب أن نعتقد أن هذا سيستمر، وإنما حكمها لغزة أمر انتهى. ولذلك يجب أن نقوم بالتوصل إلى حلول مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وهذا صعب لأن نتنياهو سيخرج من السلطة بعد نهاية هذه الحرب، لأنه سيحمل المسؤولية عما حدث في 7 من أكتوبر. أنا رأيت فيديوهات وكان فيها الناس يلعنون حماس ويسبونها بشتائم سيئة، وهناك القيادة الفلسطينية ومحمود عباس. طيب، ولكن هناك أيضا تجاوزات في الضفة الغربية تحذر منها إدارة الرئيس بايدن، هل لمستم أي تغيير؟ كلا، أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية يجب أن تتخذ إجراء جذريا لوضع هؤلاء المعتدين الإسرائيليين في السجون، وخصوصا أولئك الذين يقطعون أشجار زيتونهم والذين يقتلونهم أو يأخذون أراضيهم. هكذا فقط يمكن أن تحدث عن حل الدولتين. هذا يجب أن يتوقف. إدارة بايدن يجب أن تتحدث عن هذا، ويجب أن تضغط على إسرائيل أكثر لتوقف هذا النوع من التراخي مع أولئك الذين يسيرون بالمسدسات ويهددون المدنيين الفلسطينيين. هذه حرب، والجميع في أمريكا يجب أن يدين ذلك، وأنا أفعل. أعود إلى أستاذ مصطفى. يعني أستاذ مصطفى، مع كل هذه التطورات يعني التي نتابعها، أود أن أعود معك أيضا يعني هنا إلى الداخل اللبناني. يعني برأيك، لم يذكر حزب الله حسن نصر الله في كلمته الجيش ولا الدولة، واليوم ما نشاهده من تصعيد في غزة ربطه هو بتوسيع الصراع. يعني بكل أسف لم يعد هناك إرادة سياسية في لبنان لكي يذكر حسن نصر الله، فقد عطل الدولة على مدى سنوات طويلة، عطل الإرادة، عطل الديمقراطية، عطل كل شيء، وأيضا منع الجيش من يأخذ دوره بشكل كامل حسب قرار 1701، وأن ينتشر على الحدود اللبنانية مع الأراضي المحتلة، وأن يكون هو الآمر الناهي، وأن ينسحب حزب الله إلى مناطق أبعد. وهذا الاتفاق وافق عليه وزراء حزب الله سنة 1701. الآن المؤكد هو أن وأكده حسن نصر الله أيضا بأن ما يحدث للفلسطينيين بغزة وفي فلسطين بشكل أساس لن يؤثر عليه وجود حزب الله أو عدم وجوده. يعني عمليا هو يقول اليوم بأن الغزاويين عليهم أن يقوموا بمهماتهم بأنفسهم. نحن سنشغل أو أشغلنا ربع أو ثلث أو نصف الجيش الإسرائيلي، ولكن رغم ذلك هناك أطنان من القذائف تسقط على المواطنين الفلسطينيين، على الشعب الفلسطيني، ولا نعلم ما هو الحد الذي سيتوقف من هو متعطش للدماء الآن في الإدارة الإسرائيلية. وللأسف حسب ما شاهدت
أن جزءا كبيرا من الشعب الإسرائيلي هو أيضا متعطش للدماء ويريد أن يرى المزيد من الدماء هنا. السؤال هو يعود لحسن نصر الله، متى سيكون القرار؟ عند أي حد؟ عند 20,000، 30,000، عند قصف مستشفى الشفاء، ولا أي شيء؟ قد تستمر حماس بالمواجهة إلى ما شاء الله، قد تستمر لأشهر. وأنا أفهم من هو متحصن وحاضر ولديه 20,000 أو 30,000 موجود. يجب أن نذكر أن ستالينغراد صمدت لسنة ونصف وأكثر على بيوت مهدمة. السؤال ما هو الحد أولا عند حسن نصر الله لمسألة الدخول؟ هل سيتاجر بهذه القضية مع إيران؟ وأنا أعتقد بأنه بدأ بذلك، أو على الأقل إيران بدأت بذلك. أما بالمقابل ما هي الحدود لوقف شرب الدم في فلسطين؟ والقرار هنا أريد أن أؤكد أمام ضيفك الأستاذ شينكر بأنه القرار هو قرار أمريكي بكل معنى الكلمة. سيد ديفيد، باختصار، هل برأيك توافق ما طرحه نهاية أستاذ مصطفى، وأيضا ما ذكره حسن نصر الله وبدأ أتمه الحديث معك، أنه القرار اليوم لوقف الحرب هو للولايات المتحدة، وهي من يمكنها أن تحتوي كل هذه التطورات وتمنع توسعها؟ نعم، أنا أتفق مع السيد مصطفى، وعلي القول إنني لا أعتقد أن الشعب الإسرائيلي متعطشون للدماء. هم يتحدثون عن عدم تمكنهم في العيش في بيوتهم دون خوف بعد ما حدث في 7 أكتوبر، ورغم أنه من الصعب العمل في ظروف كهذه والاطمئنان في ظروف كهذه، لأنه كما نعلم كان هناك الكثير من الأطنان من القنابل التي ألقتها إسرائيل على المدنيين في غزة، وعدد قليل منهم فقط من حماس، لذلك هذه مأساة. الولايات المتحدة الأمريكية نعم يمكنها أن تلعب دورا في دفع إسرائيل لقبول وقف إطلاق النار، لكن أن نجد أنفسنا في وضع مماثل بعد سنة من الآن، لأن حماس مصممة على القضاء على إسرائيل، هذا لن يكون مقبولا لإسرائيل أو للولايات المتحدة الأمريكية بصراحة. ولذلك مع العلم أن قتل المدنيين هو أمر مأساوي ويجب أن يتوقف، فإنه مع ذلك تصور أن تكرر حماس ما فعلته مؤخرا ضد إسرائيل أمر ليس مقبولا. علينا أن نتساءل مع مصطفى علوش عن ما يعتقده حزب الله عن تلك الاغتيالات التي وقعت، وكذلك اغتيال رفيق الحريري والعديد من الأسماء اللبنانية، وكذلك وزير المالية السابق. كل هذه أشياء غير مقبولة ويجب أن تتغير، ونحن نتفق في رأيي على هذا الأمر، لكن هناك الكثير من الأزهاق، من الأرواح تزهق. سيد ديفيد، بحسب البيت الأبيض الولايات المتحدة لا تريد أن يمتد الصراع في غزة إلى لبنان، هذا أيضا كان أحد النقاط التي تكلم عنها الأمين العام لحزب الله، وبالتالي هل هذا مؤشر لما سيجري في الساعات والأيام المقبلة برأيك؟ سننتظر لنرى، كما قلت قبل قليل هناك مخاطر أن يساء التقدير وتنزلق الأمور وتخرج عن السيطرة. رأينا ما يحدث في الحدود، هناك صواريخ يطلقها حزب الله، لم يمت أحد، لكن كان هناك مهاجمة لقواعد إسرائيلية وسيكون هناك انتقام، وذلك بهدف ردع حزب الله وشركائه
من مغبة توسيع نطاق النزاع، لكن هذا قد يؤدي إلى تصعيد. ولذلك مع إيماني بأن هناك قلق مشروع بشأن هذا، فإن حزب الله على ما يبدو لا يريد أن ينجر إلى نزاع إقليمي، وكما قال نصر الله نفسه هناك إمكانية لحدوث ذلك، وهو سيقبل تحمل المسؤولية، وهو الذي سيقرر ما إذا كان لبنان سيدخل في حرب كارثية أخرى. شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من واشنطن، مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر، وكان معنا من بيروت الكاتب والباحث السياسي سمير الحسن، من طرابلس النائب السابق مصطفى علوش، وفي الاستوديو كان معنا المحلل العسكري صالح المعيطة. شكرا جزيلا لكم.